انا بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لاهلي، وبعتذر للعيبه. من متحرش بيدخل للبنات على الخاص يقول لهم عايز اتعرف عليكم، لمريض نفسي بيقول للناس ابعدوا عني بقى وسيبوني في حالي، انا مش عارف اعيش. رحله اللاعب عمرو ورده من العالميه لقاع الفشل تستحق يتعمل لها كتاب. تعالوا بينا مع بعض نعرف ايه الحكايه. بدأت مشاكل عمرو وردة من 12 سنة بالتحديد، سنة 2011 لما كان لاعب في النادي الأهلي ومع منتخب مصر للشباب اللي كان بيقوده فنيا للكابتن ربيع ياسين. شارك وقتها في البطولة العربية، ولكن قرر المدرب استبعاده لسبب أخلاقي، وده اللي خلى النادي الأهلي يخصم 50,000 جنيه من مستحقاته. وبعد سنتين اتكررت نفس الأزمة برضه، وكان في معسكر في تونس للمنتخب بقيادة كابتن ربيع للاستعداد لبطولة كأس العالم بتركيا، وتم استبعاد عمرو برضه لسبب أخلاقي. وبعدها خرج عمرو وردة من الأهلي لأوروبا في رحلة احتراف مع نادي باوك، وكل الناس كانت مستبشرة بعمر لأنه كان لاعب موهوب جدا وعنده كل المقومات اللي تخليه لاعب عالمي، ولكن ما طولش مع النادي هناك وبدأ في افتعال الأزمات. وسنة 2017 عمل مشكلة كبيرة مع النادي بسبب سلوكه، وتمت إعارته وقتها لفريق إتريمتوس اليوناني، لكن النادي ده مسلمش برضه من أزمة اللاعب الغير أخلاقية وقرر يقطع إعارته ويرجع لباوك. أما بقى النقطة السوداء في تاريخ عمرو وردة هي أزمته مع المنتخب سنة 2019، واللي كانت حادثة السوشيال الميديا في العالم كله، لما خرجت بنت ونشرت محادثة بينها وبين عمرو وردة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستجرام، وده اللي خلى الجمهور يدخل في حالة غضب شديدة جدا من اللاعب. وساعتها قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة إن هو يستبعد اللاعب من المعسكر، ولكن في بعض اللاعبين اتدخلوا برئاسة صلاح علشان يرجعوا تاني، وبالفعل رجع ولعب مع المنتخب مباراة جنوب أفريقيا. مؤخرا بقى عمرو وردة حقق أرقام قياسية في سرعة الرحيل من الأندية اللي انضم ليها. تقريبا عمرو الفترة اللي فاتت لعب في 6 أندية وسجل ليهم 6 أهداف فقط، ورحلته كانت كالتالي: انضم الفريق أوبولون لموسول في قبرص، وسابه وراح للمغرب علشان ينضم لنادي الرجاء، ولكنه مشي بعد 10 أيام بس وانتقل لفريق توسكا الكبروسي، وفسخ عقده بعد 5 أيام علشان ينضم لفريق استقلال طهران الإيراني، وبرضه فسخ عقده معهم بعد 5 أيام علشان يرجع لمصر عن طريق نادي فاركو، وما لعبش غير ماتش واحد بس وفريقه خسرها كمان، ومشي من النادي بعد 56 يوم بس من انضمامه. عمرو قرر إن هو يطلع ويرد على كل الهجوم اللي بيواجهه، وقال ان هو بيعاني من مرض نفس الفتره دي، هو اللي بيخليه كل ما يروح في حته يحس ان هو مخنوق فيضطر يسيب المكان اللي هو فيه، وبالفعل بيتعالج وبياخد مهدئات وبيروح لطبيب نفسي. دعوتنا للاعب عمرو ورده بالشفاء ويعدي المحنه اللي هو فيها. ولو انتم عايزين تعرفوا اي تفاصيل اكتر تابعونا على صفحه نجوم الفن.